هذا مالك بن الريبي تميمي، كان صعلوك وكان من قطاع الطرق ولكن فارس عظيم. وفي الأخير أراد الله سبحانه وتعالى له اهتدى واسلم وغزى في جيش بن عفان، وفي أثناء الغزو قرصه افعى، ويوم عرف أنه ميت لا محالة رثى نفسه بقصيدة، ويوم علم بها أخوياه وأصحابه وغلقها وهو يموت. يقول لا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي الغضا أجزي القلاص النواجية، فليت الغضا لم يقطع الركب عرضه، وليت الغضا ما شركاب ليالية، لقد كان في أهل الغضا لو دن الغضا مزارا، ولكن الغضا ليس دانيا، ألم ترني بعت الضلالة بالهدى وأصبحت في جيش ابن عفان غازية، تذكرت من يبكي علي فلم أجد سوى السيف والرمح الرديفين باكيا، وأشقر محبوك يجر عنانه إلى الماء لم يترك له الدهر ساقيا، ولما تراوى عند مروى منيتي وظل بها جسمي وحانت وفاتيا، أقول لأصحابي أريضوا فإنني يقر بعيني أن سهيلا بداليا، ويا صاحبي رحلي دنا الموت فانزلا برابية إني مقيم لياليا، أقيم علي يوم أو بعض ليلة ولا تعجلاني قد تبين ما بي، وخط بأطراف الأسنة مضجعي وردوا على عيني فضل ردائيا، ولا تحسداني بارك الله فيكما من الأرض ذات العرض أن توسع لي، خذاني فجراني ببردي إليكما، وقد كنت قبل اليوم صعبا مقاديا، لقد كنت عطافا إذا الخيل أحجمت سريعا لدى الهيجاء إلى من دعانيا، وبالرمل منا نسوة لو شهدنني بكينا وفدينا الطبيب المداوية، ومنهن أمي وابنتيها وخالتي وباكية أخرى تهيج البواكية، وما كان عهد الرمل مني وأهله ذميما وما ودعت بالرمل غاليا، يوم غلقها وهو يموت رحمة الله والسلام. يعطيك العافية. هذا من؟ محمد بن شلاح المطيري رحمة الله عليه. محمد بن شلاح المطيري نعم. يقول للهدم بيت مجلس دوب راعيه اللي على طول السنة ما يرادي، بيت البخيل اللي كبار على بيه اللي ما هو حاسب لدرب السوادي، اللي ما حصل نفعته لو بناخيه عن الجمايل كني أحداه حادي، اللي يسمع صوتا على الباب يدعيه تقول ما هو فيه اللي تنادي، وهو وراها مرخيم كل دانيه حتى يروح الضيف كنه جمادي، ولا الهدم بيت الماء حق طشعن فيه ولا كرموا به متعبين الشدادي، بيت البخيل اللي كثيره مواشيه من الشحم ضانه لهن جلادي، ولا العز بيت دائما الناس تلفيه اللي على طول السنة مستعادي، بيت الكريم اللي على العز بانيه محط عز في الثياب الجدادي، اللي ألفاه الضيف بادر يحييه تحية تغنيه عن كل زادي، ومقدم المشقار فنجال النشقر مسويه يستنظر اللافين علم الوكادي، وكبش البخيل اللي مربيه يشريه يشريه لو يغلى بسوق المزادي، ويقدمه والعذر طارف يباريه عذر على التكميل والاجتهادي، وجاره اللي أحط الكرامة يناديه يفرح لي أشافه مع الباب بادي، ويلبيض درب الطيب هذه من بادي إن كان تبغن الرجال الجيادي، وشوم على اللي خاطره ما يسليه لو كان ماله مثل حوم الجرادي، ترى عياله ما تعدى مواطي هساس واحد والهداد الهداد. سلام. يقول هاللي قال قول مبيت مسابق وني فوقها السباقة، أجني زهور من الهواجس وابني بني على أساس صليب وثاقة، لو زعزعوا هالناس ما يتزعزع على الصفا ما هو بني دراقة، وبعض المجالس تفرح بطاريها يوم أن هلها للكرم عشاقة، ويحضر بها صاحب عزيز غالي، ويحضر بها الأجواد والصداقة، ويحضر بها اللي يبهجون المجلس بسوالف تعطيه ضو وطاقة، من ماضي كانوا هله يحيونه يوم أن سعره غالي بسواقة، وبعض المجالس ما تبي طاريها اللي حضر فيها غشيم وعاقه، يبحث عن الشينات من طبع له تفضل المخراج عن ممراقه،
يبحث علوم ما تخصص فيها، ما له جمل فيها ولا له ناقه، مسيرين شله النمامه ودقوه يم الحضره الدقاقه، ما قدر اهل البيت واهل المجلس، يبحث كما ما تبحث النقاقه، وينضم بها راعي كبر متهور، يشوف نفسه زايده عملاقه، وان كان صاحب مال يعف والله مع نفسه اللوامه الزهاقه، اللي دخل في مجلس القبائل ما يعرف التقدير واللياقه، اللي دخل يمشي وهو يتبختر كأنه يقلد رقصة الطقاقة، ويجلس في المجلس وهو ما سلم متكبر وغرقان في الحماقة، ناقص بهذا الأداب والتواضع ومحمل النفس ما لا تطاق. قارون قبله قصته معروفة، وفرعون كبره وصله لغراقه، وشوف اللي ناس تحب تجامل ويقولون حنا عصبته ورفاقه، أما دني ولا مدور عيشة، ولا خير في عيشة تجيب دناقة، ولا خير في اللي يطرح الكرامة ويغدي في جنوب الطغاه علاقه، واللي يبيع الشيمه ويطرحها يقعد في اطراف الصعيد حواقه. قلت بعد ما شفت ما ضيقني، وفكري حدا نفسي عن المضياقه، ويا رب تحمينا وتستر حالنا، يا من علينا ضاف يا ترزاقه، وصلوا على المختار يا من يسمع ما ضم به بحر طويل عماقه. وسلامتكم. صح لسانك وعلى لسانك. في الختام نشكرك يا شاعرنا، والله يعطيك العافية وبيض وجهك على هالقصائد الجزلة وعلى هالأمسية الجميلة وعلى الحضور الأميز إن شاء الله تعالى، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يحييكم ويحسن مجيكم عندنا، ودنا تزيدون تعلون تجونا مرة ثانية، وحقت